في هذا المساء إن شاء الله سوف نتحدث عن لحم الدجاج وبالتحديد الدجاج البلدي. الدجاج البري. البري أو البلدي. يعتبر لحم الدجاج البري من أهم مصادر البروتين، فهو سهل الهضم ويحتوي في الجرام الواحد منه على كمية بروتين أكبر من تلك الموجودة في لحم البقر، كما أنه مصدر جيد لعناصر الكبريت والفوسفور والنحاس والسيلينيوم. ويمتاز لحم الدجاج البري قبل كل شيء برقته، لأنه يحتوي على أنسجة عضلية مرنة يسهل تفتيتها، لأنها خالية من ذلك الغلاف القاسي الذي يلف العضلات والذي طبعا نراه في لحم الماشية. والطبيب الرازي يقول: لحم الدجاج خفيف على المعدة، سريع الهضم، ينشط الدماغ، خصوصا لحم الديك الذي يساعد على تحسين الصوت وتنشيط الحبال الصوتية. هذا يصلح لنا دكتور. ويحسن اللون ويقوي العقل ويولد دما جديدا في الجسم ويفيد في علاج المصابين بالربو. دكتور محمد الفيد، طبعا بعد أن توضح لنا فوائد لحم الدجاج البري أو البلدي كما كان قولوله، هناك أمر يحير الجميع وقد يرفضه البعض ويضرب عن أكل الدجاج البلدي، ألا وهو كيف يمكن أن نأكل الدجاج البلدي وهو يأكل كل ما هو سام وضار من العراق ومن العقارب والأفاعي ويعني ودود في الأرض وأزبال وفضلات الإنسان وغيرها، بالرغم من ذلك نأكله، ألا تنتقل كل تلك المضار إلى أجسامنا؟ كيف ذلك؟ فهو طبعا أمر محير. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا الدجاج خصه الله سبحانه وتعالى بجهاز هضمي فريد من نوعه، ليس هناك حيوان أو مخلوق له جهاز هضمي الدجاج، لأن يجمع وليس له أسنان، عنده منقار والمنقار يجمع به الحب وكذلك يرفع به الأشياء وكذلك يضرب به الأشياء، هو يقتل العقرب ويقتل الفأر ويضرب بهذا المنقار. كاين بعض العصافير اللي كتحفر به حتى الأشجار، تحفر هذا المنقار هذا. هذا الجهاز الهضمي عند الدجاج، باش نفسر الناس، لأن هناك أقاويل كاذبة وباطلة وهم هناك أقاويل تضلل الناس، ومع الأسف الشديد أن أصحابها عندهم مستوى علمي مثلا ما شاء الله. وأنا شخصيا يعني استمعت لبعض الأطباء يتكلمون عن الدجاج البري وأنه دجاج وسخ وأن فيه ميكروبات وجراثيم، وأنا أستحي من هذا الطرح، وهو طرح يخالف ناموس كونه لله سبحانه وتعالى. وهذا الأشخاص كنقول لهم فليتقوا الله سبحانه وتعالى. لما يكون الشخص جاهلا بالعلم يجب أن لا يتكلم من الأحسن، لأن هذه الأشياء غدا تحسب عليه، وأن هذه الملائكة ستسجلها عليه وسيخرجها الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في كتابه، لأن كل شيء غدا يخرجه من الله يوم القيامة. كيفاش هو كل هذا الشيء؟ احنا غادي نفسروا للناس بكل بساطة، وهذا تخصص، لأن تخصص علم اللحم، علم التغذية، وفي علم التغذية كاين تخصصات، كاين الحليب وكاين اللحوم وكاين الأسماك وكاين النبات، كاين حتى في علم التغذية. نحن درسنا أولا تخصص علم الأغذية وما يحيط به من إنتاج وزراعة وبيطرة وبيئة، ثم داخل علم التغذية يعني هناك تخصصات. درسنا سنة كاملة غير اللحوم، سنة كاملة ندرس لحوم من الثامنة إلى السادسة، ليس شخصية اجتهاد هذا ويتكلم. الآن الناس كيتسمعوا لحوم بيضاء ولحوم، هذا تضليل، هذا كذب. لحوم بيضاء ولحوم حمراء هذا كذب وتضليل، هذا كلام شركات وليس كلام علم، ليس علم، هذا ليس علم، هذا كلام شركات. أما العلم فشيء آخر. وأنا أقول دائما أنا مستعد، أنا مستعد يعني حتى أواجه علماء دوليين، ولا أظن أن هناك عالم دولي يقدر يواجهني، لأن أنا لا أظن، وإذا كان فأنا مستعد وأهلا وسهلا ومرحبا، ما عندي مشكل. فهذا الدجاج عنده واحد نسموه احنا الحنقورة باش الناس نفهموه، كيجمع فيها أولا الحب فين، وهذاك الحب كياخذ معه أحجار. نعم فعلا، هذيك الأحجار كتمشي القلنسوة، هذه اللي كنسموها حنايا القنصة، القنصة هذه اللي كنسموها القنصة، اللي كيقول القنصة كبوها مهم كيعرفوا الناس. هذيك القنصة كيشوفوا أن حتى كيرطاب الحب، هاد الحنقورة حتى كيرطاب مزيان يتنفخ، عاد كيمر هو وداك الحجر، كيوصل لهذيك القلنسوة، كيلاحظوا النساء على الخصوص، يعني حتى الرجال راهم شافوها، ان الرجال كان رجال من قبل كانوا هما اللي كيريشوا الدجاج ماشي النساء. فهذيك القلنسوة الداخل فيها واحد
جلد واحد لامومبران واحد الغلاف اصفر راكي تشرو العلاج كيفيته هذاك الغلاف سمي بيرميابل الى حد الان لم تقدر الشركه على صناعه واحد لامومبران واحد المصفات مثل هذيك لا ينفع سبحان الله هذيك المصفات اللي عند الدجاج في القلم سوا ديالو ولو اكل السيانور دو بوتاسيوم اللي هو مادة السام ولو اكل للباربيتوريك ولو اكل ما اكل فهذه الاشياء لا تمر الى اللحم واقية من المستحيل ان تمر كيماوية السامة من هذه القشرة هذا الغلاف هذا هو السر في ذلك هذا هو السر هذا الغلاف هذا اول ثم ثانيا ملك تكمل هذه المواد تكمل طريقها لان هذه الطاحونة ديال الدجاج هذا الحجر مع الحب مع المسائل كيف هذه القلنسوة كتبقى يعني تتقلص كونتراكسيون كتتقلص ثم تطحن تطحن هذه الأشياء هذه اللي كتمر لعد الجهاز الهضمي اللي كيبقى هما الأمعاء وعنده غير معي واحد وعنده معي دقيق فقط ما عندهش بحال نحن معي الدقيق والمعي الغلي فالذي خلق الكون سبحانه وتعالى خلق توازن في هذه الكون فإذا سحبنا نوع ما يقع خلل بيئي في, 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 في الكون عدم توازن يوقع خلل يعني لما يبقاوش الكلاب ولا لما يبقاوش القطط لما يبقاوش العقرب الأسود لما يبقاوش الثعابين لما يبقاوش الفأر لما يبقاوش كل خلل في الكون فالدجاج خلقه الله سبحانه وتعالى ليطهر الأرض من هذه الأشياء أنا أعطيك مثال بسيط الأشخاص دابا اللي عندهم إسطبلات ديال الحيوانات إلا مشى احتجهم هذاك اللي كنسميوه حنا البريد ليتيك إلا مشى احتجهم البريد الحيوانات ديالهم يقضيو عليهم ملي كيكون الدجاج البلدي كنذكروا اننا كنتكلموا على الدجاج البلدي لان ماشي بحال بحال الدجاج البلدي كيساهم في الطبيعه كيساهم في التوازن الكوني لا يمكن من المستحيل نلقاو هذاك القراد هذاك القراد هذيك التيك اللي كيلصقوا في الحيوان من المستحيل وان اشخاص هادو مربي ماشيه مواشي كان عندهم هذا المشكل في الاغنام وجابوا الدجاج البلدي عملوه معاهم هو لا يقتل الأغنام ولا يقتل حتى الأبقار ولكن الأبقار المستوردة هذه اللي جناها من أوروبا إذا كان الدجاج البلدي في الإسطبل ولا كان معها شيء هذه تموت هذه الأبقار وخطير لأن هذاك النفاية ديالو اللي كيرمي هذيك البراز ديالو نعم فضل البراز ديالو اللي كيرمي هو في بعض الطفيليات اللي كتصيب البقر وفي حتى توكسينات والتوكسينات ديال هادو هي خطيرة جدا من المستحيل هذيك السموم ديال العقرب ولا الأشياء اللي كاينة حتى في الفأر تمر إلى لحم الدجاج وهو آلة بيولوجية من خلق الله سبحانه وتعالى كي تطهر هذه الأرض من هذه الأشياء مثل تاني أنا نتكلم على البيئة علي لا بأس نستفدوا لأن هذا علم يعني علم التغذية ولكن علم التغذية راه حايطين به علوم أخرى شوفوا الظروف اللي كيتربى فيها هذا الغذاء اللي غادي يكون من أحسن اللحوم التي خلق الله سبحانه وتعالى على وجه الأرض بعد السمك بعد السمك لأن السمك هو الأول ثم نشوف مع أحد المنطقة مثلا في سبات منطقة البروج بن مسكي كان هذه واحد أربع سنوات أحد الخبر حول انتشار العقارب العقرب في هذه الناحية هذا خلل كوني عدم توازن كوني علاش لأن هذيك المنطقة كانوا الأبناء ديالها مشاو لإيطاليا العمال نعم وهادو كل المغاربة كنعرفوا بأن وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا هادوك ما ينساوش والديهم وهذه هي الله سبحانه وتعالى مازال عندنا في المغرب هذا المجتمع غادي يبقى مازال فيه الرحم وغادي يبقى الله سبحانه وتعالى رحمه لأن بقي عندنا الرحمة بين الوالدين كنتهلاو فيهم إن شاء الله وغادي يبقى هذا البلد هكذا فهادوك بدوك يصيفطوا لوالديهم فلوس تهلاو فيهم بناو الديور شراو لهم تلفازة شراو لهم ثلاجة حفروا لهم البير هذه من الأشياء اللي كيمتاز بها المجتمع المغربي أن الولد فين ما مشى كيبقى يتفكر بها أمه أكيد ماشي غير ملي كيكون معاه لكن الناس دابا اللي مجوزين ولادهم عندنا في الشاوية وساكنين معاهم وأنا لا يمكن يعيشوا بلاهم وهذا نعم. هذه قوة المجتمع يفتخر يجب أن يفتخر بها المغرب لأن بعض الأطروحات الإيديولوجية تقول علاش الولد كيتزوج يبقى مع أبوه فأنا كنقول خاص الأب يكون معاه ديما ولد وجوج مزوجين ولاش ما يكونوش خمسة مزوجين وعايشين معاه لما لا في البادية واللي عايشين مع ولادهم عايشين ما شاء الله لأن هذاك الطفل الصغير غادي يعيش مع جدو مع جداه وغادي يتعلم أشياء من جدو غادي يكون هذاك الطفل صالح لا يمكن هذاك الطفل غادي يكون مواطن غادي يكون مواطن صالح لأنه غادي يتعلم كثير من الأشياء هذه المنطقة مع الأسف الشديد هذه المنطقة ديال بن مسكين ما بقاوش داروا الدجاج البلدي
ولا كيشريو اللحوم ولا كيشريو الأشياء من السوق واش داروا الدجاج البلدي، ولذلك وقع عدم توازن في الكون، فهذيك العقارب فرخت هذاك البيض ديالها وكثرت، لأن العقرب تبيض. نعم. وكثرت لأن وليتي كتقلب حجرة كتلقى 10 ولا 15 عقرب تحت منها. فبوجود الدجاج البلدي في الماء بحال دكالة بحال نيت رحامنا بحال حمار من جهة الشهوية هي، فالعقارب كاين من جهة بن حماد من جهة ثلاث الاولاد من جهة سيدي حجاج الالواح، يعني حتى هذا تيرس ما كيكونش فيه العقرب، ولكن الارض اللي حرشه واللي غابه اللي حمراء حمريه وبني مسكين الارض ديالها كالكير الارض ديالها سخونه، هذه اراضي فيها العقرب العقرب الاسود. وحتى منطقه كدانا علي من جهة ولاد عكاش شويه تيرس، ولكن منطقه اخرى فيها العقرب فيش العقارب حتى لحد السوالم حتى لهذا. هذه المنطقه هذه خاص يكون فيها دجاج بلدي، إذا ما كانش الدجاج البلدي غادي يوليو كل نهار غادي يجيو 5-6 للمستشفى المستعجلات، لأن يعني العقرب تتلسع. وكاين النساء اللي تيكونوا يشقاو هكا الشغل ديال المنزل ولا كيخبزوا الخبز ولا حاجة لحاجة كتلسع من العقرب. كنقولوا لا ساعة للعقرب وليس لدغات، حيت لدغات بالفم ولا ساعة بالشوكة. اللي كنقولوا مثلا النحلة كنقولوا لا ساعة، كنقولوا العقرب كنقولوا لا ساعة، ما كنقولوش لدغات. كاين هنا الحياق نعم تلدغ، أما العقرب تلسع. باش حتى من ناحية اللغة العربية، حيت كاين الناس كيقول لدغات وعقرب، هذا في اللغة العربية لا ليس صحيح. هذا الكون هذا الدجاج خلقه الله لهذه المهمة في الكون أولا، بعد في البيئة توازن. هذا الدجاج كيأكل حتى الجراد، دجاج كيأكل الجراد كيأكل الديدان، يعني كياكل العقارب كياكل كثير من الاشياء، هذا الكراد اللي كنت هذا ليتيك كياكل السمك. هو السمك اكل طبيعي ديال الدجاج فعلا، وحتى دوك النفايات ديال السمك كياكلهم الدجاج، نفايات الفرت ديال المجازر كياكلهم الدجاج، كيهبش فيهم وكياكلهم عليهم كيعجبوه هو كي. علاش؟ لان الدجاج خلق الله هكذا كيهبش برجليه باش ياكل. هذيك القضيه ديال يهبش برجليه، الا توقف الدجاج ما هبش، الا ما هبش الدجاج كيولي اللحم ديالو ابيض كيطلع الكوليسترول، خاصو يتحرك. لماذا؟ لان كنلاحظوا على ان اللحم ديالو احمر قاتم. نعم احمر اكثر من اللحوم الحيوانيه، وانت تفضلتي في المقدمه. نعم. وذكرتي هذا بانه لحم جيد. نعم. وكل ما قاله الرازي صحيح. لماذا؟ لان تقويه الدم ماذا تعني تقويه الدم عندنا احنا بعلم الفيزيولوجيا؟ هو الحديد. والحديد الموجود في الدجاج البلدي هو الحديد الاول والاكثر امتصاص الذي خلقه الله في الكون. هل العيالات مثلا اللي عندهم انيميا ياكلوا الدجاج البلدي؟ ياكلوا الدجاج البلدي مع الحبوب اللي تكلمنا عليها باش ما تبقاش نصيحه هكا عوره عندها. يحبسوا الحلويات والمقليات والمشروبات الغازيه، ويحبسوا الطبخ في الالومنيوم، ويطبخوا في النحاس وفي الطين وفي الانوكس اذا كان اللي ما عندوش، ويعملوا الدجاج البلدي معاه الحلبه ومعاه الاشياء اللي كتزيد في الامتصاص. ومن المستحيل تبقى انيميا عند النساء، لان النساء طبعا عندهم الدوره الشهريه كتكون عندهم انيميا. انيميا فعلا. علاش؟ لان الفيتوستروجينات اللي كاينين في الحلبه وفي هذوك الحبوب زائد الفيتوستروجينات اللي كاينين في الدجاج، هو الدجاج فيه فيتوستروجينات. هذا يعطي واحد كاين تنشيط. نعم كاين تنشيط ديال الجسم. غنوريو علاش، غنشوفوا هاد المغاربه كانوا علماء يعني ما شاء الله، بلا ما يقراوا في المدرسه. نكملوا المعلومات قبل المكالمات يعني استسمح، خاص الناس يعني ياخذوا المعلومات كامله، لان هناك تضبيب. انا اعلم بان هناك تضبيب وهناك تضليل، وانا اقول دائما فهذا المنبر العلم ان شاء الله ولا يحتمل الخطا، ولكن إذا كان هناك خطأ فالكمال لله سبحانه وتعالى، فهو خطأ غير متعمد أو سهو. فهذا الدجاج البلدي أولا يتحرك بكثرة، وكيتحرك بجوج الأعضاء، بأنه يفوق الحيوانات. باش ندقوا الناس اللي باغيين يقراو، الناس العلم هذا علم. علاش؟ لأن الحيوانات كتحرك غير برجليها، ولذلك لا تأخذ أكسجين بكثرة وليس لديها حديد بكثرة. كل ما تحرك الشخص كتكون الهيموغلوباين ديال الدم بكثره، والهيموغلوباين تعني الحديد. فالدجاج كيتحرك برجليه وبالجناح بالجناح، معنى ان اقصى حركه ديال الجسم هي عند الطيور وليست عند الحيوان ولا عند الانسان. اقصى حركه وابسط حركه كاينه عند الحيتان، لان الحيتان تتحرك في الماء ولا تتحرك في البحر. فاقصى
الصا يعني لو جيب لي كنسميه حنا الصيد الصيد علاش كيكون اللحم ديالو احسن لانه يتحرك لانه صيد لانه حيوانات يعني متوحشه هذه يحرق الدهون فالدجاج عنده اقصى حركه معنى انه فيه اقصى تركيز حديد باش يعرفوا الناس لان اللحم ديالو احمر حتى تعدى ديك الحمره الطبيعيه ولا احمر قاتم وان كيلاحظوا ان الفخذ اللون ديالو احمر اكثر من الصدر لماذا لان الفخذ انه كيهبش كيتحرك بزاف كثير وكيشوفوا حتى الجناح اللحم ديال الجناح حتى هو كيكون احمر لانه كيتحرك بكثافه باش نفهموا الناس فالدجاج البلدي لحم احمر من النوع الممتاز والدجاج فيه اقل كميه الكوليسترول بالمقارنه مع الحيوانات الاخرى لانه كيتحرك ولانه نباتي تقريبا نباتي يعني ما كياكلش يعني هذا هو اومنيفور عليهم ولكن كياكل نبات كياكل حبوب هذا لحم الدجاج غني بالاملاح المعدنيه على راسها الحديد احسن كالسيوم فوسفور هو كاين في لحم الدجاج البري وليس في الحديد والمونغانيز مانيزيوم هو اعلى تركيز والفيتامينات الحيوانيه اللي كتكون في هذا اللي من ناحيه الريبوفلافين من الفيتامين بي ومن الفيتامين ا كاين فيها فيتامين او هذه كلها فيتامينات موجوده في لحم الدجاج اضف المعادن لان الاطباء الان كثر عليهم الامراض كان الله في عونهم والله كان الله في عونهم يعني ما شاء الله لان الانيميه ديال الحديد هي في عوامل شتى وليس الحديد لوحده الان كاينين اشخاص اللي كيحسوا بواحد ضعف الجسم من الزنك وليس من الحديد اللي كيجا عند طبيب طبعا بكثره الحديث عن الحديد كيطلب التحليله ديال الحديد اما الاطباء الان خصهم يطلبوا التحليله ديال الفيتامين دي ويطلبوا التحليله ديال الزنك الزنك نعم لان الزنك الان هو اللي كنقولوا احنا ديفيشينسي فرنسويه في ديفيرونس هو الان الزنك هذا معدن الزنك هو اللي الان بعض الاشخاص عندهم ضعف جسماني وكيحس براسو معيان وهذا هو من الزنك وليس من الحديد الزنك موجود في الدجاج هذا موجود فيه اشياء اخرى قليل من السيلينيوم كذلك موجود وغريب انه اللحم الوحيد اللي فيه الفيتوستروجينات هو لحم الدجاج ولذلك كانوا كيعطيوه للمراه اللي كتولد نعم وكانوا كيعطيوه حتى الطفل بعد الختان وكان الطب من قبل كان الطب بعد العمليه الجراحيه شو علم التغذيه عند العرب كان يعني غير في الستينات السبعينات علم الجراحه علم الجراحه ديك الساعه كانت جراحه قليله ومع ذلك كان هذيك الساعه الاطباء بعد العمليه الجراحه كانوا كينصحوا بالدجاج البلدي اكثر من ذلك ليس الدجاج البلدي شوف الرسول صلى الله عليه وسلم فرق بين المرق وبين اللحم صلى الله عليه وسلم كان اذا اكل اللحم لا ياكل المرق واذا اكل المرق لا ياكل اللحم لماذا لان البروتينات على نوعين كاين بروتينات دائبه وكاين بروتينات غير دائبه اللي كنسميو حنا الازوت سوليبل هذا النيتروجين سوليبل نيتروجين وهذاك الانسوليبل نيتروجين البيبتيدات والبروتينات الدائبه هي كياخذها الجسم مباشره كيخدم بها مباشره لا تحتاج هضم ولا عيش في الازوت الدائب هذا النيتروجين الدائب الدجاج مرتفع جدا زائد حديد زائد فيتروستروجينات والمراه الواضع ثلاثه تحتاجهم المراه والطفل اللي ختلناه ضيع الدم يحتاج هذه الثلاثه وخاصه تشرب البلول ديال الدجاج البلدي نعم كان كيشرب دائما ومازال كيشرب لان نعم لان هذه هي علم التغذيه عند العرب كان باهر ما شاء الله بدون جامعات وبدون كل شيء فهو غني بالفيتوستروجينات وفيه الفيتامينات المتعلقه بالحيوانات فيتامين بي وفيه فيتوستروجينات وفيه حديد مرتفع وفيه بروتينات دائبه يعني الازوت هذا الدائب هي البروتينات الدائبه هي اعلى جوده ديال البروتينات وهي احسن هذا اللي كاين حتى في السمك فمن ناحيه هذا الدجاج انه ياكل العقارب ياكل هذه الاشياء فهذا اكله الطبيعي اما ان يمر هذا السم الى اللحم فمن المستحيل وان الله اتقن واحسن يعني شوش اتقن الخلق واحسن الخلق ماشي غير اتقنه واحسنه لماذا لان الحاجه المتقونه ماشي هي الحاجه المحسنه الحسنه يعني الحاجه اللي احسنها الله كتبان جميله مقاده يعني كتبان اوموجين الحاجه المتقونه في العمليه اللي كتعمل وشوف الاتقان ما بين الحنجره ديال الدجاج وما القلم سوا ما بين هذه الاشياء اللي كتمشي يعني ما شاء الله هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. اذا دكتور اذا سمحتي غادي ناخذ اولى المكالمات في هذا اللقاء. الو السلام عليكم.
عليكم السلام. الاسم الكريم؟ لطيفة. نعم، اسم الكريم؟ ده محمد بن بطل من جماعة السهول بأمالة سالة. أمالة سالة، أهلا بك. أشكركم على هذا البرنامج القيم. شكرا. والذي يستفيد منه كثيرا. جزاكم الله خير. الأخ لطيفة، من خلالك أسأل فضيلة الدكتور على يتعلق بأكل الدجاج البلدي. هذا النوع من الطيور تتعاطى لأكله أغلبية الناس، يفضلوا على الدجاج مثلا الرومي. نعم. وخاصة من أصابه أمراض الزكام مثلا وقت البرد، وهذا معروف عند بعض المناطق في العالم القروي. سؤالي الأخت لطيفة. نعم. هل صحيح في علاج؟ نعم. وإن كان فيه علاج، ما هو العلاج الذي يستفيد منه جسم الإنسان من هذا النوع من الطيور عند أكله؟ نعم. مع العلم مع أن الطيور أن هذه الطيور مصدر عيشها الحشرات السامة. نعم. أكثر من أكلها للحبوب. نعم. بغيت نعرف كيفاش هذا النوع من الطيور هو الأكل ديال هو العيش ديالو، يعني المصدر ديال العيش ديالو هي الحشرات السامة. نعم. مع العلم أن نقول فيه فائدة بالنسبة للأكل هذا النوع من الطيور. هذا هو السؤال ديالي الأخت لطيفة. شكرا. جزاك الله خيرا. جزاك الله. علينا السؤال الأول باش نبقاو في الحديث الثاني حول الحشرات السامة، ولكن السؤال الأول الأخ جزاه الله خيرا، كلمة علاج قوية، يجب ألا نستعمل كلمة علاج في علم التغذية. نستعمل وقاية، نستعمل نافع، يساعد، جيد، نستعمل يساعد، نستعمل كل الأشياء، ولكن كلمة علاج هي موكولة للدواء. الدجاج البلدي رغم أنه يعالج بعض الأمراض، ولكن لا نقول يعالج، لأنه وإلا يعني غادي الثمن ديالو غادي يزيد يرتفع، وراه مرتفع جدا. الدجاج البلدي قلت يعني كي ينفع في الحالات يعني بعد الجراحة، ملي كيضيع الشخص الدم، يعني هذا النساء ملي عند الوضع بعد الوضع ملي كيولدوا، والطفل ملي كنخدموا، طبعا هذو كلها حالات يعني كيضيع فيها الدم، والدجاج البلدي كيعوض هذاك الدم، كيرجع في أقرب وقت ممكن، يعني في 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 بأسرع ما يكون. هذا بالنسبة لهذه المرأة الوضع، كانوا كيعملوه ليها مع الحلبة، كان واحد رفيسة كنسموها في المغرب أو كنسموها رفيسة، فيها الدجاج البلدي والرفيسة مصوبة من القمح، القمح الصلب، كانوا كيديروها من القمح الصلب، وكيعملوا فيها الحلبة والعدس. العدس فيه حديد وبروتينات نباتية، الدجاج فيه حديد وفيه بروتينات دائبة، والحلبة تحفز الامتصاص. يعني هذه أنا أتحدى عالم تغذية على وجه الأرض يعني أن يصف هذه الوجبة للمرأة الوضع، أنا أتحدى، وأتحدى البحث العلمي أن يصل إلى هذا المستوى عند العرب، وليس عند العرب وعند المغاربة. وأنا أوصي الآن حتى في المستشفيات الولادة، حتى في مستشفيات الولادة أنا أوصي الأطباء باش يعطيوا هذه الوجبة للمرأة ملي توضع. والمعلين الأطباء ما كيعطيوش، الأطباء يلا كيديروا الجراحة، لأن ما غاديش يمشيو يقولوا، ولكن على الأقل هذوك داووا هذه السيدة باش يجيبوا لها التفاح والموز، ويجيبوا لها واحد المشموم ديال الورد، نعم، ولكن يجيبوا لها البلول ديال الدجاج البلدي تشربوا ملي تضاع. لأن الشراقي هذا والبحث العلمي الآن يعني منبطح، بحث العلمي منبطح في هذا الميدان ديال علم التغذية، لأن غادي إن شاء الله قبل أحد سائل سول على هذا الكتاب ديالي، الكتاب ديالي ما قدرش يصدر ثلاث سنوات هو تحت اسمية علماء عليين، لأن ما لقيناش الصيغة اللي غادي نوضعوا بها هذا الكتاب في السوق، ما لقيناش، لأن كاين الناس اللي غادي يمشيوا لهذا الكتاب يشدوا على أنها حقيقة مطلقة، ولغادي الناس غادي يبداو ياخذوا منه بعض العلاجات، وناس غادي يتحملوا، حنا مسؤوليته أمام الله، أما مسؤولية أمام القانون ما عندي فيهاش، ولكن أمام الله مسؤولية أمام الله هي اللي صعيبة. يعني الناس ربما غادي يكون فتنة، غادي يقول لك لا أنا راه قريتها في الكتاب ديال فلان وراك تعالج. أنا لا أتكلم عن العلاج، أنا أتكلم عن العيش الجيد، يعني كنسموه جودة الحياة، يكون إنسان بصحة جيدة، ويكون يفيق مع الصباح مزيان، ويكون حياته جيدة فقط. نرجع لهذا الأستاذ ديالنا جزاه الله خيرا من منطقة سهول اللي سول على هذه الحشرات. يا أخي الكريم، لما خلق الله الكون ما كناش غادي ننتظروا دابا مليارات السنوات باش العلم يقول لنا راه كاين حشرات سامة، ما كناش غادي ننتظروا، ولا ما يمكن، ما كناش غننتظروا حتى دابا باش نعرفوا الدجاج راه ماشي، وهذا هذا مخالف للناموس الكوني، وهذه ليست علوم، هذه ليست علوم، لانها تستنتج وهكذا، لان الحشرات سامة الدجاج لا ناكله، هذا خطا، هذا خطا، يعني انا ما عرفتش كيفاش هذا خطا، يعني الاسلام وضح هذه الامور، حتى هذيك الغنمه
الجلاله اللي كنسموها الجلاله. والجلاله راه هي الغنمه ماشي هي الدجاجه، يعني بعد الدروس تسمت لي ما شاء الله الناس يقولون هكذا اشياء. الجلاله هي الغنمه، رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحها، هي الغنمه، هي النعجه اللي كنسموها حنا في المغرب. هي الغنمه اللي كتبقى في المحل وكتبقى تاكل داك البراز ودوك القادورات. طبعا الغنمه الا مشات حتى كالت القادورات وكالتها المراه حامله، المولود يعمى في الرحم. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلاله والشرب البانيه. خطير، ممنوع نشربوا الالبان ديالها وممنوع ناكلوا اللحم ديال الجلاله، نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان التوكسينات اللي كاينه في البراز اللي غدا تاكل الغنمه وهي مجتره، حيوان مجتر، كل ما تاكله يمتص. فغادي تمتص هذيك التوكسينات، وهذيك التوكسينات كاين واحد الانواع ديال التوكسينات اللي كتعمي هذاك يعني هذاك الجنين في بطن امه، كيعمى الجنين في بطن امه كيتجدم. هنا باش نعطيك مثال ان السنه ديال الرسول صلى الله عليه وسلم مدققه من الناحيه العلميه، ماشي ما كاينش يعني مدققه. حتى الحديد ديال الخمس الفواسق اللي منهم الاحديه والكلب العقور والغراب والفأر، هذه اللي الرسول صلى الله عليه وسلم اوصى بقتلهم ودخل معهم الحديه. الحديه هي واحد الطائر كارنيفور كياكل، هو اللي كيخطف الفلالس النساء في الباديه، وهذيك الاحديه خاصها تحرق، خاص اللي يلقاها يقتلها وتحرق خاصها تتكال. هي لا تؤكل، لماذا؟ لانها في فيروسات، وهذه الفيروسات هذه اللي كيصيبوا الناس، يعني ما شاء الله. وكنشوفوا ان المناطق اللي فيها الغراب مثلا بحال تيم حبيط، المنطقه ديال تيم حبيط فيها الغراب كثير، وعندهم واحد المرض، واحد الرمد، واحد النوع ديال واحد المرض كاين في العينين، كاين غير في هذيك المنطقه ديال تيم حبيط حتى للرشيديه البوميه ومن جهه ميدلت. كان عندهم واحد الرمد ديال العينين، وهذا كاين غير في هذيك المنطقه لان فيها الغراب. نعم، هو اللي كيدير لهم داك المرض. نعم، فهذا باش نعطي ما امثله ان الرسول صلى الله عليه وسلم السنه ديالو ما يعني لا حنا ما كناقشوش السنه، السنه يعني وحي من الله سبحانه وتعالى على بلفظ وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نؤمن بالوحيين، لا نناقش هذه الاشياء، غير كندبروا في هذه الايات وكندبروا في هذا الحديث باش الايمان ديالنا يزيد وباش ننتفعوا بها، ماشي غير الايمان يزيد نعم، ولكن باش يعني ننتفع بهذه الاشياء. أما الدجاج فخلقه الله سبحانه وتعالى يكنس الأرض ويطهرها ويزيل هذه الحشرات الضارة، الله خلقه لهذه المهمة. ونعم، ونحن نأكل هذا الدجاج، وأنا فسرت أن الجهاز الهضمي ديال الدجاج أن أعطاه الله سبحانه وتعالى في القنصة ديالو، هذه في القلنسوة ديالو فيها واحد الغلاف أصفر، واحد الجلدة. نعم، هذيك اللي هي سم ميرتيرمية، ما كتخليش السم تمر، من المستحيل أن يمر السم إلى لحم الدجاج. هذا بالعكس، هو كلما اكل الحشرات الديدان كلما كان يعني لحمه جيدا. على عكس، وهذه شوف يا سيدي الكريم، الحليب من اين يخرج؟ نعم، الحليب من اين يخرج؟ من الله يقول من بين فرث ودم. نعم، يقدر شي انسان يشرب الدم؟ من المستحيل. أبداً. يقدر الانسان ياكل الفرت؟ أبداً. من المستحيل. لو جينا هذا الحليب وحطيناه لك وحطينا حداه الفرت والدم، غير نحطوهم حداه، حطهم حداه، ما تشرب حليب، ما تشرب حليب، ستشمئز. ولكن الله يخرجه من بين فرث ودم، هذه هي وحدانية الله سبحانه وتعالى في خلقه. نعم، هذا هو الوحي، هكذا نتدبر آيات الله. خلق الدجاج يأكل العقرب والفأر ويأكل الديدان ويأكل أشياء، ونحن نأكل لحم هذا الدجاج بطمأنينة نأكله مطمئنين. يعني وهو كلما أكل هذا الخشاج كلما كان لحمه جيدا. هذه الأشياء يعني كنظن أننا وضحناها مرتين، ونتمناو من الناس ان شاء الله ما يبقاوش يتبعوا هذوك التضليلات، انا اقول تضليلات ديال الناس. وان احسن نوع ديال اللحوم الحمراء هي الدجاج البلدي، وانا اوصي النساء في الباديه ما يعلفوش الدجاج بالعلف المركز. نعم، يعني اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله ثلاث مرات. نعم، ما يشريوش العلف المركز ويعطيوه للدجاج البلدي. يخليه لا بغاو يعطيوه للدجاج البلدي الاكل، يعطيوه النخاله، يعطيوه الشعير، يعطيوه اي شيء، ولا غير يخليه يسرح في ارض الله. غير يخليه يبش في ارض الله، ما عنده حتى مشكل. حيت كاينين نساء ولاو كيشريو حتى هما ديك الخنشه ديال العلف مركز، ولاو كيعطيوها الدجاج البلدي. نعم، هذا لا يصلح. نعم، خليه بلدي 100%، خلوه طبيعي 100%، خليه بري. انا نعطيكم واحد المثل، انا في 1999 كنت في البرتغال في لشبونه، من واحد المعهد ديال البحث كان عندنا معاه واحد الشراكه، ومشيت تما، وهذيك السيده اللي كانت استضافتني في داليا، وهي اخبرتني بواحد الحديث غريب، انا علي ان جاني غريب ولكن هو ليس غريب، انها قالت لي بان ما بقاش عندهم الدجاج البلدي في البرتغال ولا يوجد في اوروبا، ما بقاش عندهم الدجاج البلدي، انقرض. هذه البرتغال، البرتغال اخر يعني من الدول الاخيره اللي التحقت بالمنظومه الاوروبيه. احنا بقى عندنا في المغرب. نعم، واش ولا البرتغال خصو يكون فيها الدجاج البلدي، انا ماشي فرنسا ولا هي قالت بان ما بقاش عندهم الدجاج البلدي، وانهم مشاو للهند
وجابوا بدجاج بري من الهند وهما كيكثروه في البرتغال باش يعاودوا هذاك الانتاج ديال الدجاج البري والدجاج البلدي. ونحن نضل للناس ونضرب منتوجنا هذا الدجاج البلدي. المغرب عنده اكتفاء ذاتي من الدجاج، الحمد لله عندنا البيبي البلدي وعندنا الدجاج البلدي وعندنا طائر الحبش داك الحجل الزرق، نعم، وعندنا عندنا الايوز، نعم. فهذه الاشياء خلقها الله على هذه الحاله. وحتى ان الناس كانوا حاجوني قالوا لي بان الله سبحانه وتعالى يقول في سوره الواقع ولحم طير مما يشتهون، يعني فاكهه ما يتخيرون لحم طير مما يشتهون، فقلت لهم في الجنه. يعني اللحم الوحيد اللي ضرب به المثل الله بالجنة هو لحم الطير. طيب. ولحم طير الله كيضرب الفاكهة كيضرب الزيتون كيضرب الرمان بالنخل، ولكن هنا المثل ديال اللحم اللي ضرب المثل بالجنة هو لحم طير مما يشتهون. إذن لو سمحتي دكتور نحرر مكالمة. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم الأخت أيمن. لطيفة. لطيفة اسمحي لي. لاباس 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 الاسم الكريم. الاسم ديالي زهرة من وجدة. من وجدة، أهلا بك، تفضلي. كانت الآباء ديالنا كيديروا الدجاج وكيديروا مع الحلبة والزعتر، وديك الأكلة كتكون في خاصة في فصل الشتاء. نعم. واش هاد الأكلة صحية؟ نعم. والبيض البلدي وشحال خصنا نستهلكوا في الأسبوع؟ نعم. شحال من وحدة؟ واش صحة أستاذ؟ نعم، جزاك الله خير. جزاك الله خير. نعم، الأخت سولت على البيض البلدي لأن سمعت بعض النصائح الإذاعة أن بعض الأطباء نصحوا ما تكتروش من البيض، ولكن هذاك ماشي البلدي. احنا كنتكلموا على الدجاج البلدي وعلى البيض البلدي. يا سيدتي، البيض البلدي واخا الأطفال ديالك ياكلوا 10 في اليوم ليس هناك أي مشكل. البيض البلدي ليس فيه أي مشكل، يعني البيض البلدي أنا شخصيا الأطفال ديالي كانوا كيسلقوا من 10 حتى 16 بيضة. نعم، يعني كنا كناكلوها ما عندناش مشكل. كنت نشري البيض ديال الحجل ديال الحبشي كاين موجود، بعض المرات كنشري البيض ديال الوز، يعني كل وقت، لأن الوز كيكون في فصل الشتاء البيض ديالو أحسن هو سخون. وكاين البيض ديال البيبي كذلك يكون، يعني كنسميوه حنا في المغرب البيبي، والديك الرومي، الديك الرومي البلدي باش نفسروا للناس باش نوضحوا للناس باش ما نضلوش ناس. الدجاج البلدي نعم كانوا كيستعملوا معاه الناس الحلبة، مازال كيستعملوا معاه الحلبة والدجاج، كيستعملوا معاه بعض الخشاش، كيديروا معاه القرفة، كيديروا معاه أشياء هكذا. هذه أشياء جيدة للجسم. علاش؟ لأنه هو داخل في المواد الحارة، هو رقم واحد في المواد الحارة، معنى المواد السخونة. نعم، دجاج بلدي داخل في هذه المواد الحاره، وكيزيدوا معاه توابل حاره اللي هي زنجبيل، والزنجبيل وكيديروا شويه حبرشات، كانوا كيديروا معاه حتى الحبرشات، وكيديروا الحلبه، وهذه حبوب ساخنه، حبوب حاره. الحلبه كتزيد في الامتصاص على مستوى القولون. اللي كنتناولوا الحلبه هي كتضمد الجراح ديال المعده. الناس اللي عندهم معده خصهم يبقاو يمضغوا الحلبه، يمضغوها مباشره، يسردوها. والحلبه كتمشي كذلك الامعاء، كتسوي الهرمونات، كتسوي الامتصاص على مستوى هاد الخلايا ديال القولون، لان الخلايا ديال القولون هي كل شيء. إلا تسدت ما يكونش يعني امتصاص، إلا تفتحت وتنشطت كتكون أكتيف، كانت نشطة، صافي كيكون امتصاص 100% باش يزيدوا في هذاك الامتصاص. يعني إذا اجتمعت الحلبة مع الدجاج البلدي هذا أقصى ما يكون، أقصى ما يكون. والأخت جزاها الله خيرا وضحت واحد الفكرة جيدة، وهذه هذا هو التخصص اللي الآن بغيت نتكلم. يعني أول من تكلم على موسمية المواد الغذائية هو الدكتور محمد زيد. ليس هناك قبل يتكلموا الناس على الفصلية ولا علاش، لأننا عندي الطب العرب، والطب عند العرب كيمشي مع علم الفلك، كيمشي مع المنازل، والعرب هم الذين وضعوا التغذية على الفصول، ليست أمريكا وليست بريطانيا. عاد بداو أنا يعني خذوا من الموقع ديالي المشكل ديال فصليات أو موسمية المواد الغذائية، وحددت اللوائح ديال الأغذية والمواسم ديالها. وأول من تكلم عن موسمية التغذية هو الدكتور محمد. فين حنا لا من عند الله هذه الأشياء هذه، ولا نريد إلا وجه الله سبحانه وتعالى. غير بغينا شوية ديال القيمة تعطى لهذ البلاد، لأن ماشي الدكتور محمد فايد، أنا كنبغي المغرب، كنبغي المغرب يسمع. نعم. فلماذا ملي كيكون شي عالم في اي بلد، حتى البلدان العربيه، ملي كيكون شي عالم يعني كيحاولوا يوريوه ويتبجحوا به ويتفاخروا به؟ ما العلماء ديالنا احنا ما اسم يعني مازال ما علاش، ما عندنا علم، وعندنا علم اكثر منهم. وانا اقول دائما، انا اقول اي عالم في العالم بغى يجي بسم الله مرحبا، انا مرحبا، انا مستعد. علم التغذيه عند العرب عندنا في تخصص، والمغاربه عندهم الحمد لله تخصص عندهم ما شاء الله، ولكن خصهم يتسمعوا هذه المغاربه عبر الفضائيات وكذلك. لماذا النساء ديالنا غادي يبقاو ياخذوا دائما معلومات من الفضائيات الشرقيه؟ لماذا؟ 99.9% مما يسمعونه خطا على الفضائيات الشرقيه. نعم. وانا مستعد، انا مستعد، اي شخص بغاو يجيبوه لي انا مستعد. دكتور فهاد واحد دقيقه. نعم. الدجاج البلدي هو موسمي.
باش الناس يعرفوا. هو ما كيسمن بعد حتى الليالي، كيسمن حتى حم، كيسمن حتى الحال بارد. هو احسن فصل يتكال فيه هو في الحال بارد، وملي كيعطيوه للاطفال البيض البلدي، البيض البلدي للاطفال في الفصل البارد، وحتى الدجاج البلدي المريقه ديالو البلود يشربوه في العشيه وينعسوا، من المستحيل الطفل يجي الزكام ولا نيوفو يسيلوا ليه ولا يتنفخوا ليه حلاقم ولا اي شيء. يشربوهم من هذا البلول، هذا المريقه ديال الدجاج البلدي، ويعملوا لهم حبوب معها الحلبه وحب الرشاد والمسائل هذه، ويولي كيسخن الجسم. كنا كان واحد لقيت النساء كانوا كيقولوا المساخن، شنو هي المساخن؟ كلمه مساخ جات من المسخنات، وهي جايه من طب العرب، جايه من غير التغذيه عند العرب، مواد الحاره. ابن القيم الجوزية كيتكلم على المواد الحارة، وحتى ابن سينا والرازي كيتكلموا على المواد الحارة والمواد الباردة. يعني مواد، ماشي يعني مواد، يعني كاين كتلقى واحد العشبة مثلا اللي خاصها تستهلك فصل البرد، وكتلقى مثلا كما تكلمت على الفواكه، الناس كياخذوا عصير البرتقال فصل الصيف، هذا خطأ. عصير البرتقال خاصو يتخاذ فصل بارد، لأن البرتقال فيتامين سي سخون، ولكن العنب والبطيخ والمسائل الأخرى تؤخذ في الصيف لأنها كتنعش كتبرد. هذا هو اللي خاص الناس يفهموا. الزنجبيل كيتستهلك فصل البرد، ما كيتستهلكش فصل الصيف. الزنجبيل كيتستهلك فصل البرد، وكذلك القرفه والقرنفل والبزار والمسائل هذه كتستهلك فصل البرد. وهذا الدجاج، هذا الدجاج البلدي، الدجاج البلدي هو ارقى واحسن. الا هنا كنستثني باش نكونوا دقيقين، باش ما نبقاوش نعطيو نصائح هكذا هي محلوله، خصنا النصائح ديالنا تكون يعني مخيطه مزيان ومربطه، النصيحه تكون مربطه. هذا الدجاج ما خصش الناس ياكلوه كل يوم، ما خصهمش ياكلوه ثلاثه مرات في الاسبوع، لانه غني جدا بالبروتينات، وممكن يسبب حمض اليوريك، يمكن يسبب النقص، هذه البلورات في المفاصل اللي كنسموها النقص، الجوت اللي كنسموها الجوت. كيلاحظوا الناس اللي مبليين بالصيد، الصياده في المغرب، كيلاحظوا على ان اللي كيكثروا من هذاك الصيد عليه جل الصياده عندهم حمض اليوريك، جلهم جل الصياده عندهم النقص وعندهم الام المفاصل، لانهم كيكثروا من هذه اللحوم، وهذه اللحوم ديال الصيد ما كتكالش كل يوم، كتكل مره في الشهر، وكتكل ثلاث مرات واربع مرات في السنه، لان غنيه وسخونه، يعني مواد حاره ومواد قويه جدا. والصيد موسمي. نعم نعم، الا كثروا منها غادي يولي عندهم حمض اليوريك، غادي يكثر عندهم حمض اليوريك في الجسم ديالهم. وحتى الاشخاص اللي عندهم البواسير واللي عندهم بعض التمزقات على مستوى الريكتوم مستقيم، وحتى الامعاء بحال ار سي اش والكرون، الناس اللي عندهم البواسر اللي عندهم التهابات في القولون، ما يتناولوش الدجاج البلدي بكثره، ولا ما يتناولوش احسن من الاحسن، لانه سخون، لانه قوي جدا، ولانه غادي يزيد في هذا المشكل هذا ديال القولون. باش تكون نصائح ديالنا دقيقه. لا، هذا بالنسبه للناس اللي مرض، الدجاج البلدي مره في الاسبوع جيد. جيد. والنساء بعد الدوره الشهريه الدجاج البلدي يشربوا البلول ديالو، هذا اجباري. النساء اجباري بعد الدوره الشهريه خصهم يديروا الدجاج البلدي، اللي عندهم الانيميا، والنساء اللي عندهم مشكل نقص حتى في الهرمونات، هو الدجاج كيسخن حتى في الفيتوستروجينات وفي الهرمونات. كاين ناس عندهم اش معنى نقص الهرمونات؟ نعس الاغمى كتولي تحس بواحد الرعشه، لا كتولي مبراد، كنقولوا مبراد، يعني كتولي تغطى بخمسة البطاطان، وكتولي مبراد، هنا كيولي نقص هرموني، يعني كيولي انسيفيزونس هرمونال. اما وهادو الفيتوستروجينات كيسخنوا. وسبحان الله كل شيء المواد الحاره جمعها الله في فصل الشتاء. ولذلك علم التغذيه ليس علم هكذا الناس يمشوا الكوليسترول والسعرات الحراريه، باقي كنسمع انا سعرات حراريه على بعض الاذاعات، يعني هذا ضحك. سعرات حراريه مابقاوش الناس كيتكلموا عليها، كيتجاوزوا كيتكلموا على الفيتوستروجينات وعلى المضادات الاكسده والفلافونويدات والكاروتينويدات، وكيتكلموا على الالياف المتخمره والالياف الغير متخمره، وكيتكلموا على اشياء خطيره. شوف مثلا السلق، هذيك السلق اللي كنسمو حنا السلق، السلق والخبيزه والسكوم لي زاسبيرج والدجاج البلدي والمسائل هذه كلها تخرج في فصل الشتاء، هذه كلها كتسخن، هذه كلها غنيه بالفيتوستروجينات. لا يمكن الاطفال تصيبهم لا رعشه ولا رواح ولا اي شيء، ولكن ملي كيرجعوا النساء الوجبات السريعه والفاست فود، عندهم الاطفال ديالهم حلويات، غادي يجيهم الحلاقم في هذه الفتره. دابا راه فصل الخريف دخل، ودابا راه البرد بدا كيتحرك، والاطفال دابا غادي يكون عندهم مشكل ديال الحلاقم والحساسيه. فعلا. دكتور، اذا ما سالتك شنو الفرق ما بين لحم الدجاجه ولحم الديك؟ هناك فرق بسيط جدا. ان الدجاجه كتسمن بعدا، الدجاجه كتسمن كيولي عندها شحوم اكثر، وسبحان الله الدجاجه اذا سمنت ما تبيضش،
غريب. الا سمنات ما تبيض ولديك النساء ما خصهمش يكثروا الاكل الدجاج اللي كيبيض، ما خصهمش يعطيو كثير، خصهم يعطيو الشعير بالضبط الشعير. لماذا؟ لان ديك القشره ديال البيضه كتكون من الكالسيوم، عليه كالسيوم فوسفور، يعني وخص هو الدجاج كيقلب على الكالسيوم في الارض كياكل الحجر كياكل الكالكير وكياكل الجير ديال الحياه. نعم، وكياكل حتى قشره البيض. فعلا قشره البيض يعاود ياكلها وكياكل حتى طرف من البراز ديالو. عجيب. نعم، هاد الاشخاص اللي كيقول لك ياكل الفئران ما كياكلش الفئران، كياكل البراز ديالو. هو خلق الله هكذا. علاش؟ لان من الناحيه العلميه هو الدجاج ماشي بوليفاجيك، لا يمتص في المستقيم. ما عندوش مستقيم، هو كيمتص من المستقيم، ماشي بحال الانسان. الانسان بوليفاجيك، هو كيمتص من المستقيم. يعني المشكل ديال الفيتامين او الفيتامين دي، بعض الفيتامينات كيتمتصوا في المستقيم، الدجاج ما يقدرش يمتص، ما عندوش مستقيم. معنى كيعاود ياكل هذاك الطرف من البراز ديالو، واحد 10% ديال البراز ديالو كيعاود ياكلو باش ياخذ منه الفيتامينات. هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. هذه خلق مدقق، مش اي البحث العلمي هادشي توصل لهادشي اللي كيبهض، وان الله سبحانه وتعالى دقق في الخلق، وان وحدانيه الله تتجلى في وحدانيه خلقه. الفرق ما بين الدجاجه والديك ان الديك كيتحرك اكثر من الدجاجه، وان الدجاجه كتسمن كتشحم هذا، واما اللحم فهو هو، يعني ما كاينش هناك فرق كبير، يعني ما فرق كبير. والديك فيه اللحم اكثر من الدجاجه، ولكن الدجاجه ملي كتكون صغيره قبل تبيض كيكون اللحم ديالها في واحد النكهه احسن من الديك. دائما حنا النكهه احسن من الديك، حنا دائما كنسمعوا تيقول الدجاجه، كنسمعوا الدجاجه. لا الا مشيتي تشري تيدير لك واخد شي فروج بلدي. نعم، ولكن بالنسبه للفيتوستروجينات، بالنسبه للفيتوستروجينات كنسمعوا الدجاجه بلديه، كنسمعوا الفروج بلدي. بالنسبه للهرمونات الدجاجه اكثر من الديك، الدجاجه فيها اكثر من الديك. حاليا كاينين بعض الناس اللي كيفضلوا الديك اللي كيفصلوا الدجاجه، ولكن بالعكس انا كنقول بالعكس، لان النساء اللي باغين، النساء ما كانوش كيعمروا الديك، كانوا كيعمروا الدجاجه، كانوا كيعمروا الدجاجه. المراه ملي كيتعطل عليها الحمل وكتعمر الدجاجه، علاش؟ باش تاخذ فيتوستروجينات وباش الجسم ديالها يسخن. وهو نعم هذه فيتوستروجينات، وكانوا كيديروها النساء وكيحملوا. سبحان الله، كان واحد التدقيق في هذا المساله. كيعمروها بالعشور. سبحان الله، ايه عمروها بالعشور. اذا الا سمحتي دكتور غناخذوا مكالمه على الخط. ايمان تشير لي بحراره بان هذه المكالمه ملحه. الو، السلام عليكم. السلام عليكم. لالا كريم. السلام عليكم. منى الوزاني من مدينة سلا. اهلا بك منى، تفضلي. شكرا حبيبه، الله يجازيكم بخير. دكتور بغيت نسولك على هذا الدجاج اللي رومي اللي كناكلو، الاكثريه هو اللي كناكلو، ولكن حنا عندنا هذه الحلقه. تفضلي، عندنا هذه الحلقه على الدجاج البلدي، ولكن هو كيساعد الهرمونات اللي كسمات، لان في الهرمونات كيساعدوا على السمنه. هذا واش يمكننا زعما الى اجتنبنا يمكننا ناخذ الدجاج البلدي نحيدوا علينا هذا المشكل؟ نعم. لا علينا، هذه حريتك كمستهلكه. كمستهلكه هذه حريتك، بما اننا احنا عندنا تنوع وهاد المواد عندنا في السوق، تخيري ملي تمشي للسوق تخيري خذي اللي بغيتي. احنا هاد الحلقه كنتكلموا على الدجاج البلدي. علاش؟ لانه طبيعي. لانه طبيعي، ولان فيه اشياء لابد منها للجسم. لان الا دخلنا في هاد القضيه ديال نبداو نخلطوا الناس، لا، باش الناس يعرفوا في هاد الحلقه كنتكلموا على اهميه الدجاج البلدي. والدجاج البلدي عندنا في المغرب وعندنا بكثره ومنتوج نفتخر به، فخصنا نشجعوه ونشجعوا الانتاج ديالو ونشوفوا الاهميه ديالو. علاش؟ لانه خلق طبيعي، ما دخلت فيه لا تقنيات ولا حتى شي حاجه، وما كنخلطوش مع الاشياء الاخرى. فالمغربي يعرف كلمه بلدي. الدجاج البلدي المغربي كيعرفو، ما غاديش يشتبه عليه في السوق. لا ابدا. لا ابدا، واخا يكذبوا عليه يقولوا لي راه هذا ولا لا. الدجاج البلدي في المغرب معروف، وان سبحان الله الشمال، لاحظت انا قاعد ساريت في هذا، احسن بيض البلدي كاين في بوميه. عجيب، يعني قليل اللي عارف هذه القضيه. هو كاين في المغرب كله في البيض البلدي، ولكن البيض البلدي ديال بوميه عنده واحد النكهه، واحد القشره، واحد اللون ديال الاصفر ديالو من نوع ما شاء الله. هذه كاين لان عندهم ماء تما، لان عندهم بوميه المنطقه ديالها فيها الماء جيد، وعندهم حتى الخشاش اللي كياكل الدجاج، ماشي هو الخشاش اللي كياكل الدكاله. وكاين اللي كيستهلكوا الدجاج البلدي بكثره وعندهم كيبغيوه بواحد الطريقه، يعني ما شاء الله. والشمال تطوان
تيتوان دا وحده الثمن دابا مرتفع ديال الدجاج البلدي في تيتوان وطنجة. هذوك الشماليين كياكلوا الدجاج البلدي بكثره وكيبغيو بواحد الشكل كيتستهلك قليل ماشي بزاف وجده كيتستهلك ولكن قليل استهلاك ديالو قليل وكيتستهلك قليل كذلك الفاس استهلاك قليل فاس. فالمدن الاخرى والبوادي على الخصوص كلهم كيستهلكوا الدجاج البلدي واكثر من ذلك. شوف كاين فرق كبير ما بين هذا الدجاج هذا البلدي والمنتوجات الاخرى. ان الناس كيبغيو الجلده ديال الدجاج البلدي اكثر من اللحم. نعم فعلا لان ما كتلتصقش بها اوساخ ولانها نقيه. ما كاين ملي كيريشوا العيالات ملي كيريشوا كيغسلوها مزيان كيحكوها وهذيك القشره راه كتكال الجلده ديال الدجاج البلدي راه كتكال. هناك اي مشكلات لان ليس تحتها شحوم. عجيب الدجاج البلدي القشره ديالو ما تحتهاش شحوم. ولذلك هنا كنتكلموا اليوم على هذا المنتوج هذا لانه يستحق الكلام عنه يستحق الحديث عنه باش المستهلك المغربي يعرف شنو عنده ويعرف القيمه ديال بلاده ويعرف القوه ديال بلاده ويعرف هذه المسائل هذه. كاين عندنا امراض الان ممكن تفادوها غير بالتغذيه اللي قلت. النساء الان اغلب البنيات عندنا خصوص في المدن عندهم مشكل في الدوره الشهريه. نعم فعلا والبنيات كلهم غادي يديروا لنا انيميا غادي يديروا لنا فقر الدم وكاين اختلال في كي كتجي هذه الدوره الشهريه يعني قويه جدا. نعم من جراء ما تاكل هذه المقليات الحلويات البسكويتات الشوكولاتات المسائل اللي كتاكل فهاد البنيه هذه ما كتاخذش فيتوستروجينات. الا ما خداتش فيتوستروجينات ومضادات للاكسه غادي يكون عندها مشكل هرموني. مشكل هرموني واضح باين. ما انا واحد المقال كنت كتبته في احد المجلات قل لي ماذا تاكل اقول لك بماذا تحس. واحد المقال كنت عنونته بحالك. انا ما عنديش ايكوغرافي ما عنديش ولكن كتقول لي شنو تاكل نقول لك شنو عندك. علاش؟ لان الاكل كيعطي الداخل في الجسم بعض الاعراض اللي احنا كنحفظوها. نحن كنحفظوها كيماويا وبيوكيماويا وفيزيولوجيا ومسائل هذه كنحفظوها. فالدجاج البلدي نتكلموا عليه اليوم ان هذه السيده هذه الا كانت ان شاء الله عندها شويه فلوس تكون ميسوره. هي مدينه سلا مدينه سلا مازال عندها دجاج. نعم كاين شي الخميس ديال سلا فيه دجاج البلدي كاين السوق ديال تماره فيه دجاج البلدي كاين عين عوده فيه دجاج البلدي كاين عين عتيق فيه دجاج البلدي كاين الاربعة سعود فيه دجاج البلدي. غير يحاولوا الناس ما امكن هذاك الدجاج اللي كيكون على الطرقات شويه مشبوه لان كيكون شويه ستريسي كيضلوا رابطينه تما ولا شي. وبعض المرات كيعطيو تراكيز طبعا المرات كيعطيو علف مركز والبلدي ما خصوش العلف مركز البلدي خصو يسرح خصو يهبش. علاش؟ لان الحركه ديال الدجاج البلدي هي القوه ديال الجوده ديالو. قد ما تحركوه هبش قد ما كيكون اللحم ديالو جيد. وكنظن كاين حتى طائر الحبش. نعم الخميس ديال سلا كيدخل حتى طائر الحبش داك الازرق. نعم نعم طائر الحبش عجيب يعني عجيب. اذا دكتور باقي لنا 4 ديال الدقائق على نهايه هذا اللقاء غادي ناخذ اخر مكالمه في هذا اللقاء. الو السلام عليكم. السلام عليكم. الاسم الكريم؟ أهلا بأمينة. أهلا معلوي أمينة من أي مدينة؟ مدينة سلا. أهلا بك وأهلا بمدينة سلا تفضلي. أختي الله يخليك بغيت نعطي السؤال للدكتور فين؟ أنا أنني عندي حساسية ومتى ناكلش الدجاج الرومي ولا البلدي؟ واش ممكن ناكل الدجاج البلدي؟ نعم نعم الحساسية شنو يعني قطع لي طبيب الدجاج بصفة عامة يعني الدجاج والبيض والفواتو نواغ. وهاد الحساسية شنو كتعني بها؟ على شكل شنو واش تخنقي واش تتحكي؟ حساسية الجلد. الجلد نعم حساسية الجلد نعم. ولكن علي خير ان شاء الله. جدا شكرا. الاشياء اللي كتسبب اي هما كاين حساسيات يعني كاين انواع كثيرة من الحساسية. كاين واحد الحساسية كتجي غير بآلام مقدمة الراس ما كيحك ملا ما والو. علي الليف كيسيل كي اللي كيحك القرصة ديالو. لا هي ذكرت بأن عندها الحساسية الجلد. عندها الحساسية ديال الجلد علي واش حساسية دائمة حيت كاين اللي عنده صدفيات شي حساسيه. الا كانت الحساسيه كتجي حتى كتاكل شي حاجه كنسمى في المغرب توردايت هذيك توردايت كتجي حتى من الليستامين ديال السمك. نعم الطبيب غادي يمنع عليها السمك. نعم وغادي يمنع عليها الدجاج وغادي يمنع عليها حتى البيض وغادي يمنع عليها الكروفيت وغادي يمنع عليها اشياء اخرى. ولكن ما اظن تاكل الدجاج البلدي ما نظنش انا لا اظن يعني في علم التغذيه ما عندناش حساسيه الدجاج البلدي. تاكل الدجاج البلدي وتشوف ما عندهاش مشكل. ما عندهاش الا ما دارش لا حساسيه ما كاينش مشكل. لان الحساسيه ديال اللحوم هي حساسيه ترتبط بالاعلاف وليست باللحوم. هذا هو المشكل هي ترتبط بالاعلاف. بعد ما تكون مواد في الاعلاف هي اللي كتسبب هذه الحساسيه. اما اذا كانت حيوانات تسرح ولا يعني تاكل علف طبيعي بحال الشعير ولا حاجه ما عندهمش انه يكون مشكل. الناس خصهم يفهموا هذه الامور هذه خصهم يفهموها جيد. فتاكل الدجاج البلدي ويكون الدجاج البلدي جاي من الباديه ماشي الدجاج البلدي
الجهة البلدية ربما يكونوا عاطين وهذه المسائل. شوف تأكل الجهة البلدية ولا ما عملش لها حساسية ما تلتها مشكلة من الهبية خاصة تعرف علاش، لأن مالي الحساسية خاصهم بعد يكون عندهم القائمة ديال المواد اللي كتسبب لهم حساسية بلا ما يمشي على الطبيب بلا ما يمشي يعني غادي يشوف هو الأشياء عادي عرض الحالة ديالو على الطبيب يقول لي هانت أنا راه واحد اللائحة هذه 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 من اللي كان أكلهم هاشنو كان هس باش الطبيب يسهل عليه ايجاد الدواء ولا يسهل عليه بعض المرات ما يعطيه والو تقولي لا حيدتي هذا ولا مزيان ما كيعطي قاع ادويه بعض المرات ما كيعطيش علاش لان الطبيب ما كيعطي الدواء اخر حل كيحاول الطبيب يتفادى الكورتيكويدات ويتفادى المسائل ما كيعطيها حتى كحل علاش لان لك المريض يسوفلي ما عنده ما يدير طبعا لان خصو بعدا يرتاح ثم من بعد راه غادي يرجع للحاله ديالو هذه هذه له خصهم يفهموا الناس خصهم يفهموك ماشي انا مرض خصني الدواء وإلا الطبيب ما عطاكش الدواء خصك تثق به كاينين دابا بعض الاطفال ما خصهمش ياخذوا لونتيبيوتيك هذيك الساعه دابا المراه كتبقى تلح على الطبيب تقول لا انا ما انا خص حتى داك الجورتوم يقبط مزيان علاش لان الا عطاه الدواء في, 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 في اول في اول ما يصاب الطفل غادي تكون عنده واحد المقاومه لهذاك الدواء شراتي مقاومة أنتيبيو ريزيستانت والدواء ما غاديش يبقى يقضي للطفل غادي يعطيه الطبيب باش يطيح الحرارة غادي يعطيها حاجة باش يطيح الطفل الحرارة ويتنتظر 24 ساعة ولا 48 ساعة عادي يعطيها الأنتيبيوتيك غادي يعطيها الدواء هادي ولكن انا كنشوف نيت بعض النساء كيبقاو يلحوا على الطبيب تقول لي لا بغيت الدواء فخاص الناس يعرفوا يتعاملوا لان الطبيب كيعطي اخر حل هو الدواء هو الدواء اذا شكرا لكم دكتور على كل ما قدمته لنا من معلومات قيمه